دلوقتي تعالوا نروح سريعا لمحافظة سوهاج مع زميلنا محمد رفعت مراسل صباح الخير يا مصر، اللي هنتابع معاه أعمال تطوير شبكات المياه والصرف الصحي في هذه المحافظة، ولقائه مع المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي. صباح الخير يا محمد. صباح الخير عليك يا مصطفى، وصباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا الكرام. زي ما انت قلت أقفوا الآن عند أحد المشروعات الهامة اللي نفذتها الدولة في محافظة سوهاج، محطة معالجة مياه الشرب في قرية الهجارسة غرب مدينة سوهاج، أحد المشروعات المهمة اللي بيتم تنفيذها في محافظة سوهاج بالتوازي. تقريبا كل قرى ومراكز المحافظة بتشهد مشروعات يعني على هذا الشكل. قطاع المياه الشرب والصرف الصحي كان ليه نصيب الأسد في المشروعات وفي الاستثمارات التي تم ضخها لمحافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنمية الريف المصري. يكفي أن الحديث هنا عن أن يعني خدمة الصرف الصحي اللي كانت موجودة لأبناء محافظة سوهاج ربما كانت 25%، بعد هذه الإضافات وصلت إلى 75%. للمزيد حول هذه المشروعات ونسب التنفيذ فيها وكيف سوف تسهم في تغيير حياة المواطن البسيط داخل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنمية الريف المصري، يسعدنا أن نلتقي بالمهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة سوهاج. أهلا بحضرتك يا فندم، وبنقول دي نموذج من المشروعات المهمة اللي بيتم تنفيذها بالتوازي في محافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تكلمنا يا فندم عن أهم هذه النماذج ومعدلات التنفيذ في هذه المشروع. صباح الخير. صباح الخير استاذه جمانة، صباح الخير استاذ مصطفى، منورنا على ارض محافظه سوهاج في انتظار لقاء على ارض الواقع باذن الله. احنا النهارده في مشروع من المشروعات المنتهيه من مشروعات المبادره الرئيسيه حياه كريمه، محطه صرف صحي الهجرسه. عايز اقول ان احنا في سوهاج بنشهد طفره غير عاديه من ساعة معالي الرئيس ادى شرارة البدء لانطلاق مشروعات حياة كريمة في مصر كلها. كان في 52 مركز، حظيت سوهاج بان هي كان عندها 7 مراكز كاملين لوحدها من ضمن هذه المبادرة. السبع مراكز دول بيغطوا 181 قرية بنجوحهم بتوابعهم. ال 181 قرية دول في حدود من 3 مليون مواطن، من 3 مليون 3 مليون ونص، هيتمتعوا بكل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي. احنا انا بتكلم مع حضراتكم في القطاع بتاع المياه والصرف الصحي، احنا بننفذ في اكتر من 220 مشروع. كل جهات التنفيذ في الدوله متواجده على ارض سوهاج. احنا عندنا وزاره الدفاع ممثله في الجيش الثالث، الجيش الثالث الهيئه الهندسيه، وموجوده الهيئه القوميه لمياه الشرب والصرف الصحي، موجوده وزاره الاسكان ممثله في الشركه القابضه، موجوده وزاره التنميه المحليه عن طريق البنك التنميه المحليه وتمويلها لمشروعات ميه وشرب وصرف صحي في سوهاج. متوقع مع نهايه 2022 باذن الله تعالى هيكون ال 181 قريه دول كل اللي موجودين فيها مخدومين صرف صحي وميه. الميه موجوده زي ما احنا حضرتك عارفين، بس احنا بنحولها من ميه ابار لميه مرشحه. حلم من احلام المواطن المصري بيتحقق على الارض دلوقتي، احنا بنشوفه قدام عينينا ان احنا هنوصل له في اقرب فرصه ان شاء الله تعالى. هيغير وجه سوهاج باذن الله تعالى. اتكلمنا عن هذه المشروعات، يعني باشمهندس صلاح ازاي شايف هذه المشروعات هتاثر على المواطنين في القرى، ترفع من معدلات التنميه في هذه القرى، تحدث ربما حاله من الرضا بين المواطنين؟ انا عايز اطمن سيادتك ان الرضا تم مجرد بوجودنا، لان في يوم من الايام انا اشرف ان انا كنت في هذا القطاع من سنه 2003، كنا لما بنجيب سيره ان احنا عايزين نخدم القرى كان بالنسبه لنا ده يعني حلم بعيد المنال وارقام بعيد المنال. في لحظه والحمد لله تعالى في مصر الجديده كان بقرار حكيم من السيد الرئيس نبتدي في المشروعات. احنا حاليا موجودين في ال 180 قريه بنخدم، بنوصل المي او الصرف الصحي لجميع الموجودين فيها داخل الحيز العمراني وخارج الحيز العمراني ضمن الكتله السكنيه، وده موضوع مهم جدا. يعني حتى المشروعات اللي مخدومه فيها ضمن 180 قريه دول احنا رايحين لهم تاني عشان نستكمل الخدمات اللي فيها. احنا حاليا بنوصل خدمه المشروع الصرف الصحي مثلا شبكات ومحطات رفع ومحطات معالجه على اعلى مستوى بمعالجه ثلاثيه، وبنوصل
توصل الوصلات المنزليه للمواطن قدام بيته، مع انها قانونا هي عليه، بس احنا عشان خاطر نستفيد من هذه المشروعات احنا بننفذ هذه الوصلات المنزليه وبنقسطها على المواطن بسعر التكلفه دون اي مصاريف اداريه او تجاريه ولمده 4 سنين. حلم بيتحقق، مشروع هيشتغل. بتكلم مع سيادتك في اكثر من 20 مليار جنيه. 20 مليار جنيه ضخوا في سوهاج هيخلصوا خلال سنه واحده بس ان شاء الله تعالى. وبدانا نستعد حاليا كمان ابشر سيادتك للمرحله الثانيه. يعني احنا بنتكلم 7 مراكز في المرحله الاولى، في عندنا مركزين طهطه واخميم اتدرسوا وحاليا في اعمال التصميمات لانطلاقهم بشكل واضح من اول السنه 2023 ان شاء الله تعالى. باشمهندس، يمكن كل النماذج اللي موجودة من مشروعات سواء في قطاع مياه الشرب أو الصرف الصحي، حضرتك كنت بتتكلم عن أن يعني هناك يعني معمول حساب التوسعات المستقبلية في هذه المشروعات وأن تم التنفيذ على أعلى مستوى ممكن. طبعا يا فندم، احنا لما بنيجي نصمم مشروعات الصرف الصحي ومشروعات الميه بتصمم ل40 سنه، مستهدف 40 سنه. ومع هذا احنا لما بنيجي نصمم الاعمال المدنيه اللي هي سواء محطات الرفع او سواء الخطوط المد الشبكات وخطوط الطرد بتتنفذ على 40 سنه، الكهروميكانيك على 20 سنه. فاحنا كل مكان بنروحه عاملين حسابنا وعارفين احنا بعد 20 سنه كمان احنا هنعمل ايه تاني للتوسعات المستقبليه ان شاء الله تعالى باذن الله. برضو يمكن هناك خطة للشركة لعملية الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة بالإضافة إلى المشروعات الجديدة، برضو ماذا عن هذا الملف يا فندم؟ الملف ده ملف مهم جدا وذا أولوية بالنسبة لنا جدة. الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والشركة القابضة بتولي هذا الملف اهتمام خاص. طبعا احنا لما كلما زادت هذه المشروعات كلما زادت الاحتياج لاعمال الصيانه والاحلال والتجديد المباشر لها. فده خلانا مثلا انا بكلمك في سوهاج، احنا كان خطتنا السنه اللي فاتت من الدوله بس في تنفيذ اعمال الاحلال والتجديد والصيانه وتحويل المحطات المعالجه القديمه لمعالجه ثلاثيه اكثر من 700 مليون جنيه. السنه دي متخطط لنا ان شاء الله تعالى اكثر من 1 مليار جنيه في سوهاج بس، في اعمال احلال وتجديد مباشره. كانت السنه اللي فاتت اقول لك مثل بسيط كنا 53 مليون، السنه دي جاي لنا 200 مليون. فان شاء الله تعالى باذن الله لا الموضوع واضح وبيوفر فرص عمل مباشره سواء للشركات المحليه سواء للمواطنين اللي بيشتغلوا في المشروعات. وبشر سيادتك برضو استكمالا لموضوع حياه كريمه، احنا بنوفر فرص عمل دايما للمواطنين في سوهاج. احنا سيادتك انا بكلمك دلوقتي وفي جامعه سوهاج العريقه بتعمل امتحانات لموظفين مرشحين ان هم يشتغلوا في شركه المياه حوالي 2700 موظف. فدي من الاحلام اللي احنا بتتبني على اساس الحلم الكبير حياه كريمه. شكرا جدا يا فندم بالتوفيق. تحت امر فندم. إذن مصطفى، هكذا كانت الصوره هنا في محافظه سوهاج في احد المشروعات الهامه اللي نفذتها الدوله في محافظه سوهاج. ربما هذا المشروع هو يعني واحد من ضمن عده مشروعات بتتم بالتوازي في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي. اليك الكلمه. شكرا لك يا محمد، يمكن قدمت لنا تغطيه متميزه جدا، وبالفعل يعني مشروعات حياه كريمه مستمره على كامل الاراضي المصريه مش بس في محافظه سوهاج، واعتقد ان ده نموذج من اهم النماذج اللي لازم نتكلم عليها.